وبمنتزه الرميلات بعروس الشمال طنجة تم صبيحة هذا اليوم تنظيم سباق طنجة ران لفائدة محبي الرياضة وساكنة المدينة للتحفيز على ممارسة مختلف الأنشطة المرتبطة بالرياضة. سعيد أنيس وسعيد ناجح. النسخة الأولى لطنجة ران تحتفل بالرياضة كوسيلة فعالة للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، بادرة جعلت المنظمين يركزون بشكل كبير على الممارسة الرياضية اللاتنافسية بإشراك أكبر عدد من ساكنة عروس الشمال على مدى يومين. جميع الفئات السنية كانت حاضرة بمواقع هذا الحدث بمنتزه الرميلات الجميل منتزه بير دي كاريس. الهدف من العملية ونشجع الناس يعتنيوا بالصحة ديالهم من خلال ممارسة الرياضة. وعندنا الكونسيبت ديالنا اللي هو الاحتفال بمدينة طنجة والاحتفال بمجموعة الرياضيون ديال مدينة طنجة. دابا في هذا الويكاند ديال نهار السبت ونهار الحد 25 و 26 نوفمبر عندنا مجموعة العدائين، مجموعة جمعيات مختصين بالرياضة، مدربين، أبطال ديال مدينة طنجة، كلهم غادي ينظموا أنشطة رياضية مختلفة. الرقد والاحتفال بمدينة طنجة كان شعار الدورة الأولى، أكثر من 3000 مشارك قدموا للاستفادة من الأنشطة التي اشتملت على الهرولة، الرقد، المشي، تقوية العضلات، الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى حصة فنون القتال والتمدد العضلي في فضاء كورنيش طنجة مانيو بوليو. هاد ليفينمون جا باش يوصل واحد الرساله تشجيع الناس على ممارسه الرياضه. الحمد لله البارح واليوم شاركت بنشاطين وكان اقبال من جميع الفئات، اطفال، رجال، نساء، من جميع الاعمار. شرف كبير ان اشارك في هذه التظاهره المنظمه من طرف طنجة ران. قمنا بقطع 10 كيلومترات مع الاساتذه والتلاميذ. الرياضه فعلا هي الصحه. الحث والتوعية على الممارسة الرياضية كان المنطلق للتعريف بالمعالم المعمارية والمنتزهات الطبيعية وكذا المؤهلات السياحية التي تزخر بها مدينة طنجة بإشراك كل جمعية رياضية الفعالة لإبراز عاصمة البغازة العالمية. مبادرة جيدة، هي الأولى من نوعها، أتمنى أن لا تكون الأخيرة. كل شيء كان ممتعا، التنظيم، الجو، حفاوة الاستقبال، تظاهرة تستحق التشجيع. نسخة طنجة ران تنضاف إلى محطتي مراكش الرباط والقافلة مستمرة تشمل مدن أخرى في المستقبل، والهدف هو توعية الساكنة بأهمية الممارسة الرياضية على أسس صحيحة للحفاظ على سلامة الأبدان.